وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله دكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير الفلسطينية ووزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني السابق. مرحبا بك معنا دكتور. برأيك هل فشلت، صباح النور، هل فشلت إسرائيل في الترويج للخدع الإسرائيلية وبات العالم أكثر دراية بما يجري في قطاع غزة؟ يعني ربما الرواية الإسرائيلية نجحت في الأسبوع الأول والثاني بعد 7 أكتوبر، لكن سرعان ما بدأت تتهاوى هذه الرواية ومسلسل الأكاذيب والاختراقات تبتدعها وسائل الإعلام الإسرائيلية، وبدأ الرأي العام العالمي يصحو تدريجيا على أن هذه الرواية المرفقة والمفبركة لم يعد لها أساس من الصحة، وبالتالي ربما الشيء الوحيد الذي من الممكن أن يكون صحيحا هو المعركة التي ابتدأت يوم 7 أكتوبر والتي بادرت إليها حركة حماس. يمكن هذه هي الحقيقة الوحيدة التي لا يمكن الجدال فيها، لكن بعد ذلك كل مسلسل الأكاذيب والافتراءات التي حاولت صوغها وسائل الإعلام الإسرائيلية وحلفائها في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بدأت تتهاوى أمام الحقائق المرة التي صنعها جيش الاحتلال الإسرائيلي والوقائع اليومية التي بادت توصف اليوم سواء في محكمة العدل الدولية أم في المحكمة الجنائية الدولية في أنها جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وهي تسعى للتدمير الشامل لقطاع غزة وجعله غير منطقة غير قابلة للحياة، وفي الوقت الراهن لا يوجد أي منطقة في غزة آمنة كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي عندما يقول أن منطقة المواصي في غرب رفح أو في غرب خان يونس هي منطقة آمنة، يقوم بالقصف هذه المناطق وقيام النازحين كما جرى الأسبوع الماضي على يومين متتاليين لقصف خيام النازحين والتي أودت بعشرات من الشهداء والجرحى. دكتور، يعني كل هذا حدث وإسرائيل لا تبالي، هي تتخطى كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية. برأيك من بيده أن يضع كلمة النهاية لهذه الحرب؟ إسرائيل تعتقد أنها فوق القانون الدولي والشرعية الدولية وفوق المساءلة والمحاسبة، تأتي هذه القناعة لدى حكومة إسرائيل وكل الحكومات السابقة من الشراكة الأمريكية للعدوان الإسرائيلي، وأيضا من الموقف الأمريكي المساند والداعم والذي يوفر الغطاء السياسي والدبلوماسي والدعم العسكري بأشكاله لإسرائيل والدعم المالي أيضا المباشر لإسرائيل في استمرار عدوانها. ولولا الغطاء السياسي والدبلوماسي الأمريكي لما استطاعت إسرائيل تجاهل إرادة المجتمع الدولي إلى الآن، ولا استطاعت أن تستمر في حربها العدوانية لمدة أشهر وهي تواصل هذه الحرب العدوانية، وأكثر من ذلك تعلن أنها تريد حتى نهاية العام الحالي استمرار هذه الحرب. وبالتالي الموقف يجد تفسيره الواضح لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يعني أريد أن أشير إلى ملاحظة هامة أن صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف العدوان على رفح ووقف إطلاق النار وأيضا العناصر الأخرى من قرار محكمة العدل الدولية كما هو الحال في قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وإحالته الملف للمحكمة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير حربه يوآف جالانت، يعني ببساطة أن الحصانة التي كانت تتمتع بها إسرائيل قد سقطت وأن عهدا جديدا من مساءلة ومحاسبة إسرائيل قد بدأ.